هي السنة الميلادية على مشارف انقضائها، سنتذكر بهذا التقرير كل ما حصل من أحداث اقتصادية في الشأن السعودي، سواء كانت من أزمة في النفط أو ظروف الميزانية أو بوعود في الإسكان إلى أن نصل لعملة ملك الحزم والعزم. علينا العودة للوراء لنرى كيف كانت التوقعات بداية من الميزانية الماضية، بعد أن أعلنت وزارة المالية السعودية الأرقام الرسمية لميزانية المملكة للعام المقبل 2016، والتي أظهرت عزم الحكومة وتعزيز مستويات النمو الاقتصادي. وقد بلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 840 مليار ريال، في مقابل إيرادات متوقعة بقيمة 513.8 مليار ريال، ما يعني عجزاً بقيمة 326 مليار ريال. هل ما تم توقعه من إنفاقات في هذا العام كانت كما هو المتوقع؟ وكذلك الإيرادات وأخيراً العجز. الإنفاقات بلغت 840 مليار ريال، وهي أقل ب 15% من العام الماضي التي بلغت 978 مليار ريال. يتوقع يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016 إلى 528 مليار ريال بزيادة 2.7%. عما كان مقدرا في الميزانية البالغ 514 مليار ريال، كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال، والأهم كان العجز المتوقع 326 مليار ريال. ولكن ما حصل من عجز في هذه الميزانية لهذا العام كانت 297 مليار ريال. هذا العجز كان قياسيا جدا، حسب الأرقام لم نصل لهذا الرقم من عام 2003، كان الفارق ب 29 مليار عن المتوقع. الجانب الأعظم من اقتصادنا وهو النفط، هل اقتصادنا قد تأثر من الرياح العاتية على أسعار النفط؟ دون شك بأن اقتصادنا قد تأثر، حين وصلت أسعار النفط للبرميل الواحد قرابة 30 دولار، بمعنى شلل في إيراداتنا للدولة، لأننا كنا نعتمد كليا على النفط. ولكن بعد رؤية 2030 أصبحنا في الطريق نحو مفارقة إدماننا على واردات النفط. رسوم الأراضي البيضاء كانت حاضرة هذا العام، فبعد إقرارها العام الماضي من مجلس الوزراء بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، انتهت في 12 من ديسمبر لهذا العام مهلة تسجيل الأراضي البيضاء، ونبقى الآن في مرحلة حصد نتائج تطبيق القرار التاريخي. كما كان من ضمن الأحداث الاقتصادية البارزة لهذا العام إصدار عملة ملك الحزم والعزم سلمان بن عبد العزيز، والذي جاء من خلال إصدار هذه العملة دخول فئة العملات المعدنية وإلغاء الورق للريال. في 31 من أكتوبر لهذا العام تم إعفاء وزير المالية إبراهيم العساف وتعيين محمد الجدعان وزيرا للمالية، عقبها وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، وتعيين الدكتور علي بن ناصر الغفيس وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية. الاقتصاد السعودي ورغم كل التحديات والظروف التي واجهت، أثبت للجميع أنه اقتصاد متين، وأن البوادر تشير إلى أن القادم أفضل.